ركلة الجزاء محمد شكري يتصدى يكمل مرة تانية. جول 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 جوه جول. هدف أول للنادي الأهلي. محمد شكري يضع هدف أول للنادي الأهلي. عمل الفول على كورة محمد شكري. سليم شالها في المرة الأولى ما قدرش يشيلها في المرة الثانية. محمد شكري وركلة حرة للنادي الأهلي. شكري جول 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 جوه جول. هدف تاني للنادي الاهلي. قلت لحضراتكم احد اللاعبين المميزين في الكرات الثابته محمد شكري يستعيد بريقه ولمعانه ويضع هدف ثاني للنادي الاهلي في يلعب بشيكا ويعلق في المرمى مش ممكن من قلب المرمى. هدف اول لفريق الانتاج الحربي. هدف اول للانتاج الحربي عن طريق حمودي. هدف اول عن طريق حمودي. عايزه تطلع افضل من كده يا رجاله ولكن استغلها حمودي ووضع هدف اول لفريق الانتاج الحربي. صالح وسليم. صالح جول 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 جوه جول. هدف ثالث وصافره النهايه والختام يطلقها محمد عباس مايو بفوز النادي الاهلي على فريق الانتاج الحربي بثلاثه اهداف مقابل هدف. احرز اهداف النادي الاهلي هدفين لمحمد شكري وهدف لصالح نصر بينما احرز هدف فريق الانتاج الحربي اللاعب محمد حمودي. مبروك للنادي الاهلي. بدر واحد على واحد فرق السرعة زي ما قلت لحضراتكم بيعدي. بدر 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 عدى 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 رقص حط جول 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 جوه جول. هدف أول لفريق الجونة عن طريق البدر عن طريق بدر الشاطر. مفيش أشطر ولا أجمل ولا أحلى من كده. انطلق وعدى زي المارد زي المارد. الثعلب فات فات وعدى ومر وفات. بدر الشاطر اضع هدف اول لفريق الجونه على الركنيه. عمر عماد يلعبها في المرمى وادي جول وادي جول 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 جوه جول. رأفت خليل يضع هدف التعادل للنادي الاهلي. هدف التعادل للنادي الاهلي. اللاعب رأفت